فرجهم. يا الله يا الله يا الله يا مجيب دعوة المضطرين، يا كاشف كرب المكروبين، يا غياث المستغيثين، يا صريخ المستصرخين، يا من هو أقرب إلي من حبل الوريد، يا من يحول بين المرء وقلبه، ويا من هو بالمنظر الأعلى وبالأفق المبين، ويا من هو الرحمن الرحيم على العرش استوى، ويا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويا من لا يخفى عليه خافية، ويا من لا تشتبه عليه الأصوات، ويا من لا تغلطه الحاجات، ويا من لا يبرمه إلحاح الملحين، يا مدرك كل فوت، ويا جامع كل شام، ويا بارئ النفوس بعد الموت، ويا من هو كل يوم في شأن، ويا قاضي الحاجات، ويا منفس الكربات، ويا معطي السؤلات، ويا ولي الرغبات، ويا كافي المهمات، ويا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء في السماوات والأرض، أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين، وبحق فاطمة بنت نبيك، وبحق الحسن والحسين، فإني بهما أتوجه إليك في مقامي هذا، وبهم أتوسل، وبهم أتشفع إليك، وبحقهم أسألك وأقسم وأعزم عليك، وبالشأن الذي لهم عندك، وبالقدر الذي لهم عندك، وبالذي فضلتهم على العالمين، وباسمك الذي جعلته عندهم، وبي خصصتهم دون العالمين، وبه أبنتهم وأبنت فضلهم من فضل العالمين، حتى فاق فضلهم فضل العالمين جميعا. أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تكشف عني غمي وهمي وكربي، وتكفيني المهم من أموري، وتقضي عني ديني، وتجيرني من الفقر، وتجيرني من الفاقه، وتغنيني عن المسألة إلى المخلوقين، وتكفيني هم من أخاف همه، وعسر من أخاف عسره، وحزونة من أخاف حزونته، وشر من أخاف
أخاف شرا ومكر من أخاف مكرا وبغي من أخاف بغيا وجور من أخاف جورا وسلطان من أخاف سلطانا وكيد من أخاف كيدا ومقدرة من أخاف مقدرته على وترد عني كيد الكيدا ومكر المكرا اللهم من أرادني فأرد ومن كادني فكد واصرف عني كيده ومكره وبأسه وأماني وامنعه عني كيف شئت وأنا شئت اللهم اشغله عني بفقر لا تجبره وببلاء لا تستره وبفاقة لا تسدها وبسقم لا تعافيه وبفاقة لا تسدها وبسقم لا تعافيه وذلا لا تعزه وبمسكنة لا تجبرها اللهم اضرب بالذلين نصب عيناي وادخل عليه الفقر في منزله والعلة والسقم في بدنه حتى تشغله عني بشغل شاغل لا فراغ له وأنسه ذكري كما أنسيته ذكرك وخذ عني بسمعه وببصره وخذ عني بسمعه وبصره ولسانه ويده ورجله وقلبه وجميع جوارحه وأدخل عليه في جميع ذلك السقم ولا تشفه حتى تجعل ذلك له شغلا شاغلا به عني وعن ذكري واكفني يا كافي ما لا يكفي سواك فإنك الكافي لا كافي سواك ومفرج لا مفرج سواك ومغيث لا مغيث سواك وجار لا جار سواك خاب من كان جاره سواك ومغيثه سواك ومفزعه إلى سواك ومهربه إلى سواك وملجأه إلى غيرك ومن جاه من مخلوق غيرك فأنت ثقتي ورجائي ومفزعي ومهربي ومنجاي ومنجاي فبك أستفتح وبك أستنجح وبمحمد وآل محمد أتوجه إليك وأتوسل وأتشفع فبك أستفتح وبك أستنجح وبمحمد وآل محمد أتوجه إليك وأتوسل وأتشفع فأسألك يا الله يا الله يا الله فلك الحمد ولك الشكر وإليك المشتكى وأنت المستعان فأسألك يا الله يا الله يا الله
بحق محمد وآل محمد، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تكشف عني غمي وهمي وكربي في مقامي هذا، كما كشفت عن نبيك همه وغمه وكربه، وكفيته هول عدوه، فاكشف عني كما كشفت عن، وفرج عني كما فرجت عن، واكفني كما كفيت، واصرف عني هول ما أخاف هولا، ومؤونة ما أخاف مؤونة، وهم ما أخاف هما، بلا مؤونة على نفسي من دالك، واصرفني بقضاء حوائجي وكفاية ما أهمني همه من أمر آخرتي ودنياي. يا أمير المؤمنين ويا أبا عبد الله، عليكما مني سلام الله أبدا، ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكما، ولا فرق الله بيني وبينكما. اللهم أحيني حياة محمد وذريته، وأمتني مماتهم، وتوفني على ملتهم، واحشرني في زمرتهم، ولا تفرق بيني وبينهم طرفة عين أبدا، في الدنيا والآخرة. يا أمير المؤمنين ويا أبا عبد الله، أتيتكما زائرا ومتوسلا إلى الله ربي وربكما، ومتوجها إليه بكما، ومستشفعا بكما إلى الله تعالى في حاجتي هذا، فاشفعا لي فإن لكما عند الله المقام المحمود، والجاه الوجيه، والمنزل الرفيع، والوسيلة. إني أنقلب عنكما منتظرا لتنجز الحاجة وقضائها ونجاحها من الله بشفاعتكما لي إلى الله. إني أنقلب إلى الله عنكما منتظرا لتنجز الحاجة وقضائها ونجاحها من الله بشفاعتكما إلى الله في ذلك، فلا أخيب ولا يكون منقلبي منقلبا خائبا خاسرا، بل يكون منقلبي منقلبا راجحا مفلحا، منجحا مستجابا بقضاء جميع حوائجي، وتشفع لي إلى الله انقلبت على ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، مفوضا أمري إلى الله، ملجئا ظهري إلى الله، متوكلا على الله، وأقول حسبي الله وكفاه.
سمع الله لمن دعا. ليس لي وراء الله ووراءكم يا سادتي منتهى. ما شاء ربي كان وما لم يشأ لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أستودعكم الله ولا جعله الله آخر العهد مني إليكما. إن صرفت يا سيدي يا أمير المؤمنين ومولاي وأنت يا أبا عبد الله يا سيدي سلامي عليكما متصل ما اتصل الليل والنهار. واصل ذلك إليكما غير محجوب عنكما. سلامي إن شاء الله وأسأله بحقكما أن يشاء ذلك ويفعل فإنه حميد مجيد. انقلبت عنكما تائبا حامدا لله شاكرا راجيا للإجابة غير آيس ولا قانط آيبا عائدا راجيا إلى آيبا عائدا راجعا إلى زيارتكما غير راغب عنكما ولا عن زيارتكما بل راجع عائد إن شاء الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا سادتي رغبت إليكما وإلى زيارتكما بعد أن زهد فيكما وفي زيارتكما أهل الدنيا. فلا خيبني الله مما رجوت وما أملت في زيارتكما. إنه قريب مجيب. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصل يا رب على محمد وآله.